السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي لعبة ناروتو سلاك فيست هيك شي اسمها على الموبايل. انا هذا السيرفر اللي دخلت بي اس 10. طبعا هذا الفيديو حيكون جواب لهواي ناس قالوا اللعبة ما تشتغل، اللعبة متوقفة، سيرفرات ماكو، ما اعرف شنو. هيا تاني هذا الليفل 8 اللاعب القديم، وهذا الجديد اللي سويته اخر مرة ابو النجوم، تتذكروا بالفيديو السابق. انا حختار الليفل 8 اكيد. اللعبة تشتغل عندي شغالة 100%، المفروض تشتغل عند اكثر اللاعبين. على الثقب لي يمكن بعدها ما متوفرة، راح اقول لكم مين حملته ومين حدثته. طبعا اليوم حدثته، هذا الفيديو راح اسويه فيديو بسيط يعني للعبة. طبعا هم بيها مشاكل بالاتصال، باعوا انه من يركض، لان هي اعتقد لحد الان نسخة تجريبية، بعدها ما نازلة نسخة يعني كل العالم، يعني عالمية. اوكي، ليش دا تشتغل عند اللعبة؟ خلينا نسولف ليش دا تشتغل يمي وعدي هواي ناس ما راح تشتغل. سؤال حلو. الجواب كل بساطة، مثل ذاك الفيديو قلت، انا حملتها من ماركت اي بي كي بي، وراح يطلع قدامكم الموقع مالتي، حملتها من عند اللعبة، و التحديث مال اللعبة من ماركت اي بي كي بي. لعبة جهة تحديث، لحد الان يراسلون على الانستغرام، هواي يراسلون يقولوا لي اللعبة ما تشتغل، وهم بالتعليقات مال يوتيوب يقولون اللعبة ما مو شغالة. هي شغالة، ونفس المشكلة مال الركض انه بيها تقطيع، تصير هاي هيجي بيش بيش، فتشي بسيط. بس هي اللعبة كاملة وحلوة وشغالة. هاي ليفل 8 حسابي نفسه، المفروض ادوس المهمات اللي هي يمكن تاسك هاي هنا. اي فماركت اي بي كي بيور كاملة، تنزلوها تحملوها كاملة، تقريبا حجمها 1.5 جيجا او 2 جيجا. بس حاليا قبل ما اصور شفت حجمها الفعل ايش قد صار، 4.05 جيجا، يعني 54 ميجا. 4 جيجا عوف الخمسين، حجم اللعبة حاليا 4 جيجا. تمام، تحدثوها من ماركت اي بي كي بيور، راح اخلي رابط بالوصف، تحميل مباشر او تحديث، اللي عند اللعبة راح يقدر يحدثها، لازم تحدثها يلا تشتغل عندك. انا هم صارت عندي هالمشكلة، انا صراحة كنت هاملها اللعبة، عفتها يعني، هي سوت فيديو واحد عليها ما شفت جاب يعني مشاهدات هواية، فهملت اللعبة. بس هواية يسألون عليها، شغلتها انا اللعبة، خل اقول مهمة اول شيء، راح المهمات، هاي منا المهمات شباب، نا نا نا، اوكي، وين وصلت؟ ها اوكي، هنا شنو الخيارات جدا تقول لي مال تيم هاي هيج، ما اريد تيم، اريد المهمات، ها دست على الكتابة. يلا اوكي جو، وين الجو؟ اوكي هو قال هلو بس ما هنا، ليتس جو توجذر، بس ماكو شيء. اوكي يلا جو، المفروض هي تجي وياها الان، لو انا اروح وياها ما اعرف، حاليا يجوز اكو خطا بهاي الركضة، يصير بيها مثل اللاج بسيط، لاج بسيط بالركض. مثل ما ذكر الشباب، اللعبة تحدثوها من ماركت اي بي كي بيور. مثل ما قلت، انا جيت اشغل اللعبة، قلت صدق ما تشتغل، طبيت على ماركت اي بي كي بيور، قال لي اللعبة لها تحديث، فحدثت اللعبة، سويت لها ابديت، خلاص اشتغلت عندي اللعبة بكل بساطة. هولي فاكينج شيت، هذول شنو هذول؟ عندهم روس اثنين، بالله خل اروح لهم اول شيء. بعدول والله لقيت شنو ديمشون هيك من بعيد، عبالك اثنين ديمشون وعندهم راسين، ترى هذول بالمقلوبي. هو هذا مين؟ شخصيه معروف نسيته، هذا كأنه صيني، هم كلهم صينيين، بس هو شكله هذا شعره مدور، نسيت اسمه والله، اسميه احمد. يلا دخلت على ماركت اي بي كي بيور، قال لي حدث اللعبه، وخلاص حدثتها. التحديث يعني طول اكيد جيجا وجيجا ونص تقريبا. شغلت اللعبه، هم طلب تحميل داخلي 25 ميجا، وعاد اشتغلت. هسه اللعبه امامكم،
فحجمها 4 جيجا صار، هسه اريد العب مهمة اني. وهذا كان يمشي على ديناتي إيه؟ ابو الشعر المدور روك لي اسمه روك لي. وجان فتحوا له هاي الشخصيه ولا اقول له تريننج. والله قمت ادوس منه ومنه ما اعرف وين رحت. يمكن راح اتدرب هنا اظن هيك شيء. هلا عمو تعال. ايش دا يسوي هذا؟ شنو هالحركة هاي؟ شنو هذا الاسلوب القتالي؟ من يعرفه؟ وحتى ما يتأثر يمكنش بس اني. اوكي شنو هنا؟ لا اختفت هاي. اوكي نادي يقول لي ضيف هاي اسلوب جديد بس ما تصير. انهزم متت ايش صار؟ ايش صار؟ هي المهم اللعبة شغالة يقولوا لي ما تشتغل، هي تشتغل بس المهمة عاصية. هو قالوا ما تفتح، قالوا ما تفتح اللعبة فهي شغالة بس انا ما اعرف انا ايش اسوي. دا اسولف يجوز بعدين بغير وقت اذا النت زين او غير يوم البينج يجوز شوي يقل راح تشتغل طبيعي. وصلنا إلى نهاية الحلقة، لا تنسونا باللايك واشتراك للمزيد. كان معكم علي العراقي وتحياتي.